خطة عمل الرئيس التي طرحها للمات يوم الأولى في حد ذاتها خطوة جيدة، ولكن هل تلك الخطة قادرة على تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر؟ لذلك بادر ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بطرح حملة حقنا في 100 يوم، وهي حملة حقوقية تهدف إلى تقديم مقترحات للرئيس من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. أتعهد ألا يمس بحرية الإعلام، ولن أبدا يمنع أي رأي أو تغلق صحيفة أو قناة. المشكلة الأساسية اللي بتقابلنا هي حرية تداول المعلومات. احنا لما بنشتغل على مواضيع استقصائية محتاجة البحث على معلومات مملوكة من قبل الدولة، ما فيش إطار تنظيمي قانوني بيدينا الحق على الحصول على المعلومات دي، وبالتالي مجال الصحافة الاستقصائية دايما بيواجه التحدي ده. المشكلة التانية اللي بتواجه الصحفيين في المطلق هي قضية الرقابة وسيطرة الحاكم بغض النظر من هو الحاكم على النشر. ما عندناش معلومات واضحة وصريحة تضمن لنا حقنا في ممارسة عملنا بدون رقابة وبدون سيطرة من أي قوة مهما كانت. شفنا كتير من الصحفيين بيساء إليهم بكل الأشكال، سواء بشكل رسمي عن طريق القبض عليهم وتلفيق التهم ليهم، أو بشكل غير رسمي عن طريق الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم في الشوارع والميادين. المشكلة اللي اتكلمت عنها لينا هي مشكلة بتخص كل الصحفيين والإعلاميين في مصر لأسباب متعددة. أولها إن في نقص كبير جدا في التشريعات اللي بتكفل حماية حقيقية للصحفيين. ثانيا إن الصحفيين لا يتمتعوا بالحق في الحصول على المعلومات بسبب غياب قانون ينظم حرية تداول المعلومات في مصر ومؤسسة تقوم على تنفيذ هذا القانون. ثلاثة ان احنا عندنا سيطرة من نوعين، عندنا سيطرة من الحكومة على الصحف القومية وعلى وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وعندنا سيطرة رأسمالية من أصحاب الصحف الخاصة وأصحاب القنوات الفضائية الخاصة. مصر بقى فيها رئيس منتخب وعنده صلاحيات تنفيذية يقدر من خلالها ان هو على الاقل يبقى بيغلظ العقوبات ضد على الانتهاكات اللي بتحصل للصحفيين، ومحتاجين اعادة هيكلة تشريعية تنقية كل البنية التشريعية المنظمة للصحافة والاعلام من كافة النصوص اللي بتقيد حرية الصحافة والاعلام واللي بتنتهك حقوق الصحفيين والاعلاميين الاساسية زي حرية تداول المعلومات او حرية التعبير عن الرأي او حرية العمل بسهولة بدون مضايقات. بيتهيألي جزء كبير جدا من مشكلة السينمائيين هي علاقتهم بمؤسسات الدولة زي الرقابة ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن التمثيلية، كل النقابات الفنية جنب وزارة الداخلية، هم ثلاث جهات لازم تمر عليهم عشان تعمل أي فيلم في الدنيا. وبالتالي في مصر صناعة فيلم أمر بيتطلب كمية رهيبة جدا من الإجراءات ومن الورق، مرهق لأي حد بيشتغل لوحده، فما ينفعش أكون مستقل وأقدر أخرج كمية الورق دي كلها أو أستخرج كمية التصريح دي كلها عشان أعمل فيلم. استخراج التصريح ده خطوة أولية جداً ومبدئية، لكن ده مش معناه إنه مفيش أزمة ممكن تحصل بعدين. بيحصل أزمات أكبر بكتير، لأنه في أوقات كتير موضوع الفيلم ممكن يبقى شايك أو مش على هوا الرقيب أو مش على هوا أي جهة من الجهات، فبالتالي يتعرض الفيلم لانه ما يخرجش من الرقابه او انه يتمنع او انه حتى بعد ما يتصور يتمنع عرضه. الرقيب حافظ مش فاهم، الرقيب بيتعامل مع الموضوع على انه هو في واحد من هو عنده كده لائحه فيها شويه محاذير، المحاذير دي لو لقى منها واحد في الورق اوكي، لو عدى واحد ما فهموش فهو ممكن يمرر الفيلم بمنتهى السهوله وبعدين يتعرض لمشكله. الافلام في 90% من الحالات ما ينفعش تقيم بهذا الشكل، لانه ده في تأييد رهيب لحريه اي حد بيعمل اي فيلم. ما ينفعش تبقى بتعمل فيلم وفي رقيب على دماغك وفي نقيب بيقول لك خرج تصريح الاول، وفي ما ينفعش ابقى كل دول ابهات للي انت بتعمله. مستقبل الرقابه في الفتره الجايه طبعا متشائم، لان صعود التيارات الاسلاميه معناتها ضيقه على الابداع.
التضييق على كتاب وعلى الكتابة ونشر أفكار رقابية دي من الطار الإسلامي بالأساس. المشاكل اللي كانت في مجلس الشعب إن بيجي حد يولع الدنيا عشان أزمة الروايات التلاتة، أو يحرضوا الطلاب على التظاهر عشان أيام وليمة الأعشاب البحر، أو أيام كتابنا كتاب خليل عبد الكريم لما جاب طلماء الأزهر طلعوا بيان إن خليل كافر وعادوا قالوا عنوان الدار وحرضوا على إيذائنا. دي مشاكلها في تقدير التيار الديني اللي هي مش عايزة فن، مش عايزة أدب، مش عايزة قصة، مش عايزة رواية، مش عايزة شعر. دي حاجات مش مؤمنين بيها. ده اللي هيواجهنا الأيام اللي جاية. يعني تقديري الناس اللي كانوا بيهاجوا الدنيا في المجلس لما يكونوا في السلطة دلوقتي هيحاولوا يأثروا. بس أنا برضو بثق في قدرة الثقافة المصرية على المقاومة، وبثق في قدرة الكتاب قبل أو بعد الثورة الحقيقة على بناء موقف مستقل وعلى الدفاع عن حريتهم. في حقيقة الأمر المشاكل دي ممكن تكون معبرة عن قيود مستمرة وضاغطة على المبدعين وحريتهم في الإبداع. فعندنا سلطة تشريعية في حقيقة الأمر فيها أزمة ضخمة لها علاقة بأنها تفرض القيود المتعددة. القوانين مش بتحمي حرية الإبداع والمبدعين، بالعكس بتمثل قيد على المبدعين. والأزمة الحقيقية أنه دلوقتي ما عندناش سلطة منتخبة زي مجلس الشعب يصدر هذه القوانين لتعديلها أو إلغائها، وبالتالي هننتظر إلى أن يكون مجلس الشعب قائم لإصدار هذه التشريعات، ودي مشكلة رئيسية أعتقد. المشكلة الثانية هتكون متعلقة بالحكومة ودورها الفترة الجاية في حماية حرية الفكر والإبداع. هل هناك إرادة سياسية لدى الرئيس مرسي لطرح بدائل عن ما هو موجود الآن ودعم حرية الإبداع والمبدعين، وإنه يدي تعليمات لحكومته بألا تقوم بأي ارتكاب أي انتهاك ضد المبدعين في مصر؟ هذا هو السؤال المطروح على مرسي الآن عليه إنه هو يجاوب عليه. هل مع حرية الإبداع أم ضدها؟ هل سيفرض قيود من خلال حكومته، ولا هيلعب دور في إتاحة حرية الإبداع، إتاحة الحرية للمبدعين للقيام بدورهم في هذا المجتمع؟